أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول هذا السائل ينزل علي في داري ضيوف فتتفاوت يتفاوت الكرم في إكرامهم ومنزلتهم فما حكم التفرقة في إكرام الضيف حسب منزلته هذا شك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الناس منازلهم الضيوف ليسوا على حد سواء لكن الضيف له حق في الجمله فيقدّم له القراء الكافي له بحسب منزلته، نعم،